السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 18 سنة في هذا المكان في التواليت كان في تواليت نمبر 1 2 3 شباب خرجوا في سبتمبر 2001 بعد ما حدث في أمريكا في الوقت ده. إدريان ساتون كان بيغسل إيده هنا، أنا كنت بتوضى هنا، والدكتور أحمد موسى كان بيتوضى هنا، وبدأنا نقاش يعني مهم جدا استراتيجي بسؤال مهم جدا من إدريان ساتون اللي هو كان مدير الإعلام داخل الإغاثة الإسلامية في الوقت ده. إدريان قال في الوقت ده لابد إن إحنا نوطي التوم بتاعنا ونوطي رأسنا علشان السونامي بتاع 11 سبتمبر ما يقطعش رقبتنا. الرد السريع على طول عليه No way، لا يمكن، لا يمكن وقطعا وقطعيا نوطي رأسنا، لأن ما يصيب المسلمين في الغرب يصيبنا نحن كمؤسسة، سواء كان إيجابا أو كان سلبا. وبدأ النقاش إن هو في المكان ده في التواليت، ها يعني بيننا احنا التلاتة، أحمد موسى، دكتور أحمد موسى كان مسؤول عن الكمبيوتر سيستم، وأدريان كان مسؤول عن اللي هو الإعلام. عملنا استراتيجية، الاستراتيجية تكونت من 3 أجزاء. أول حاجة لابد نتعلم كيف نتعامل مع الإعلام. رحنا تدربنا لمدة يوم مع ناس كانوا مذيعين في البي بي سي والآي تي في وكذا 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 وكذا، نمرة واحد. نمرة اثنين، عملنا متحدث رسمي واحد فقط، متحدث رسمي واحد وليه نائب، بحيث لو في أي جريدة أو أي تلفزيون في العالم حب يكلم حد في أمريكا ما يكلموش ويكلم المتحدث الرسمي اللي موجود في برمنغهام هنا أو النائب بتاعه. تكنترول، كان تتحكم في إزاي نتعامل مع الإعلام. نمرة ثلاثة، ما سبناش أي مجال لأي مجلة أو أي جريدة أو أي تلفزيون أو أي راديو بيتكلم إلا ما واجهناهم مواجهة حقيقية، مواجهة فيها الدفاع عن المسلمين في العالم كله، خاصة المسلمين أبرياء مما حدث في 11 سبتمبر وخاصة المؤسسات الخيرية الإسلامية. الأمر ده اللي احنا اتناقشنا فيه في الحمام هنا من 18 سنة أمر كان استراتيجي، لدرجة ان هو حمى ليس فقط المؤسسة لكن حمى كتير جدا من المؤسسات الإسلامية الإنسانية اللي كانت بتعمل في ذلك الوقت. ليه؟ لأن احنا تصدينا بقوة وبمعيارية وبحرفية ومهنية لكل الأغلاط التي قيلت عن المسلمين بعد 11 سبتمبر. إدريان، أنا، وبعدين الدكتور موسى في نفس المكان ده. ما أنا بقول للشباب لا تتعامل مع مثل هذه الأحداث كالنعامة، إنك تدفن رأسك في الرمال وجسمك باين. لم ندفن رؤوسنا في الرمال ولكننا رفعنا رؤوسنا عالية، حتى ان السنة 2002 السي ان ان عملت برنامج جميل جدا في العيد الفطر عن ما انجزته المؤسسة خاصة في قطاع غزة. الرسالة واضحة جدا، لا تدفن رأسك في الرمال كالنعامة، وقف كالأسد تدافع عن المجتمع، تدافع عن الحدث، وتدافع عن القيم بتاعتك والمبادئ بتاعتك، سواء كان 11 سبتمبر او 12 سبتمبر او 13 سبتمبر. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم. رسالة قوية استراتيجية من الحمام.